والسلام عليكم، صافي عليكم اني كنتمنى لكم كاملين كاملين تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى تكونوا كتفرجوا في هذا الفيديو تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نقول لكم عاوتاني مرحبا بكم في فيديو جديد. مال ديما نقول لكم مرحبا بكم في برانك تشالنج شي حاجه بحال هكا. هذه المره ما كاين حتى حاجه من داكشي. هذه المره الفيديو يكون شويه معقول، وخا انا ما عنديش مع لي فيديو اللي يكونوا معقولين داكشي، ولكن هذه المره اضطريت اني ندير معقول، واضطريت اني ندير لكم واحد الفيديو اللي ما غاديش يكون فيه الضحك ولا حاجه، فيديو معقول شويه وكنظنوا واقيلا وكمأكدين ولكن تقريبا مأكدين انه هذا هو اخر فيديو غتشوفوا معنا فيه مريم هنايا. توحشوني ولا لا؟ هذا هو اخر فيديو غتشوفوا معنا فيه مريم في فلاشين، وكمل هنا لقدام تدوز شي عامين تقدروا تعاودوا تشوفوها معنا. فكون دابا هنا دي قدام ما تبقاوش تشوفوها، والسبب هو هي غتقول لكم السبب. عندك شي الفرنسا تقد تخربقوا عليا، اللهم تقول لي. المهم غنعاود لكم داك الشيء بعجاله. انا كيف ما كتعرفوا دابا يلا عندي يلا خديت ديبلوم ان شاء الله غناخذو، وبغيت ندير ليسونس بروفيسيونيل ان شاء الله، ودخلت هكا كنبحث في جوجل وهادي وهادي على شي ايكول تكون مزيانه ندير فيها ليسونس ديالتي بخير وعلى خير. فاذا بي كنتفاجئ كنلقى الدراسه برا وهادي، وانا كونتر نقرا برا ما كنقدر. المهم كان كونتر وصافي. فاش كتب لي هكا قلت اجي مريم لوحي الدوسي، انت اصلا ما غتقبليش، يعني ما انا ثقه في راسي في القدرات ديالك حتى للدرجه انني مثلا نمشي ونقرا على برا وهادي. المهم دخلت دفعت الدوسي ديالي وهكا، ونسيت بانني دفعت الدوسي ديالو، مشيت بقيت كنكمل على ليزيكول في المغرب باش نكمل فيهم ليسونس ديالي وهذا. فاذا به الايامات هذه كنتفاجئ الو لالا مريم كديرها هذه هذه هذه. المهم راه قلبنا زعما قلبوا ليطا ديالتي كامله، قلبوا لي زانفورماسيون ديالو اللي صيفطت لهم كلشي. فوالا راك تقبلتي غادي تدوزي غادي تمشي تقراي على برا، وفقط دو معايا في اجراءات ديال الخلاص وداكشي، يعني صافي الدوسي ديالي تقبل على برا وبلاصتي كاينه برا. يعني مريم غتمشي تكمل قرايتها برا. اسمع هي اصلا باقا ما عرفتش يعني كيفاش استوعبت انها غت ما تبقاش ساكنه. وليت كنفكر كيفاش غادي نمشي ونخلي ماما، وليت كنفكر كيفاش غادي نمشي انا ديجا نقول ما نقدرش نعيش راسي. وفاش قالوا لي هما يعني وليت ما مشات لي الهضره، خصوصا ماما. يعني ماما ما شوفي باش نقول لك هذا الفيديو ما خاصش يكون فيه هكا. يلا ما غاديش نقول لك. احنا بدينا عاوتاني في الدار كانت كتبكي، مني قلت لها اجي غنديروا هادشي في الفيديو باش ما نبكيوش، عاوتاني بغات كتبكي. وهاني شفت وجه الزلطه اللي قالت لكم باغا تمشي. تقدر تعيش برا من غير ماما؟ تقدر زعما ولا شوفوا الا بان لكم صافي بان. شوفوا الا بان لكم انه المستقبل ديالكم في شي حاجه، الا بان لكم المستقبل ديالكم هاني والله. راه كتشوف المستقبل وكيد ماما كصحر ماما راه ما يمكنش. كيف قالت لك الوالده باش بناش لك حنا؟ لا ماما بزاف ما نقدرش اني نمشي ونخليها، ما نقدرش لونتوغاز ديالي والفانه بزاف. الله يفرجها. صافي علينا نتهناو من مريم، واحسن حاجه هي انها غتخلي لي الطوموبيل وغتمشي. لا ما تخاف غنبيعها. ولكن نزلوا النشاط. لا نبيعها. حتى تبيعها. نبيعها. صافي اكدتي اني غتمشي. شحال باقي كنت سيني؟ باقي دابا يومين. المهم بالنسبه للناس اللي مشاو زعما قراو على برا واللي عندهم تجربه يقدروا زعما يفيدوني، شنو بان لكم في هادشي؟ واش نمشي نزعم ونمشي ولا نجلس في دارنا هنايا في المغرب ونكمل قرايتي في المغرب؟ ما شوفوا الناس اللي فاتي مكمل على فكره، والناس اللي زعما مكمل قاري، اسمح لي قاطعتك، الناس اللي قارين على برا وهادي انايا دي جونغ اللي كنحشم بزاف، يعني ما نقدرش انني اي بلاصه نمشي لها نتعايش ما عنديش مع الصحابات وداكشي، ما عنديش مع داكشي زعما باش ندير صاحبتي وهادي تما امبوسيبل. انا هنا في المغرب والونتوغاج ديالي وكنحشم وما كنبغيش نمشي للحانوت كنحشم، دونك كيفاش غادي ندير تما؟ المهم نتمنى غادي نشوف غندير غير بالنصائح ديالكم، حيت دابا في الدار شي كيسرق وشي كيغرب، شي كيقول لك مريم دابا سيري مريم دابا في والدينا واحد قال لها سيري، واحد قال لها بقاي في بابا الخوت. قال لي سيري ماما لا ماما عارف قلت لكم ما نقدرش. وفي الخوت انا وسهام انا وفتاح قلنا لها سيري، حيت حنا عارفين المستقبل ديالها، عارفين انها ما كاينش هنا ما كاينش مستقبل، قلنا لها سيري تمايا، وانها فرق كبير. شوف هذا ورا في دماغكم فرق كبير انها تكمل قرايتها على برا وانها تكمل قرايتها هنايا. فاش تقول لها درك وجهك انا عارف ما نقدرش نعيش راسي في شي بلاد، يعني خاصني اول حاجه نمشي كيفاش نتعايش مع ديك البلاد. مهم اي واحد تحط في هذه التجربه هذه قولوا لي في لي كومونتير. بالنسبه لي انا كنحشم واش نمشي ولا نجلس هنا في البلاد. واش سيري متعالي واش انت عمرك جربتي علي الغربه؟ دابا المشكل حنا اللي عندنا في الدار هو اننا مولفين بعضياتنا لواحد الدرجه بزاف. تخيلوا معايا غير سيها من زوجات واحد تقريبا شي ربع شهور عاد ولفناها بحال هكا. كنا بات مره كنبقاو مثلا كنت انا في الزنقه وكنبغى نعيط على الدار كنعيط سيهام وخا هي مزوجه وداك الشيء. يعني دابا حنا حتى ولفنا بعضياتنا بزاف. داك الشيء علاش دابا شي واحد مثلا غير مثلا شي واحد ملي كيسافر ولا شي حاجه، مثلا ملي كنسافر انا ولا فتاح غير سيمانه كتجينا بزاف انا بعاد على بعضياتنا وداك الشيء.
محسك عامين محسك عام ايش حد يقول لك في كونترا 3 سنين لا قال لك في لا قال لك الاولى عامين دوز عامين وعندك حق لك ساعات اه عندك حق دوز عندك حق تجي وترجع يعني تجي تبقى 15 يوم وترجع اش في الاول زعما مفشي يلاه حتى الدوسي كنت عادي قال قلت زعما كاع واخا يقبلوني زعما ما غاديش نمشي وكيفاش كيعيطوا لك قالوا راك تقبلتي في البلاد فلان فلانيه وهاد النهار هذا صافي كتحسب راسك حطيتي في الامر الواقع واخا ما كتكونيش باغا تمشي كتشوف فيه واحد الشيطان كيدير كيقول لك فراسك مستقبلك هذاك مريم الا مشيتي تما مريم راه بزاف ديال الفرص غيتحلوا لك مريم تقدري تجي هنا تقرا تكملي قرايتك في المغرب عاوتاني وتقدري تخدمي خدمه مزيانه تقدري تخدمي تما تقدري تبني حياه جديده ولكن كتفكر دارنا هنا كنتفكر عائلتي هنا صافي بحال كيشدني شي حد كيصرفقني كنقول اش داني انا ندفع الدوسي في الاول اش داني مهم الحاجه اللي غنطلب منكم عمرني طلبت منكم شي حاجه في الله شين هذه كامله حاولوا نصحوني في لي كومونتير انا هاد انا هاد زعما هاد السفيره هادي ولا هاد كما قرايتي على برا في عند بالنسبه لي بيني وبين نفسي فيها ايجابيات وفيها سلبيات يعني فاش كنفكر بيني وبين نفسي فيها ايجابيات حيت ما بغيت نبكي في هاد الفيديو هذا كنحاول صافي 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 والله تاقسم بالله عرفتي لا بشات اختي والله تغنتوحش لواحد الدرجه بزاف والله تغنتوحش علاش كضرب علاش اقسم بالله عرفتي غنتوحش اختي لواحد الدرجه بزاف هي انا غنتوحش وكن باغي تمشي دابا انا عارف لها المستقبل ديالي بما انه انا كبر منها بثلاث سنين يعني عارف لها المستقبل ديالي باغي تمشي وما باغاش تمشي فهمتوا داكشي عفاكم اي واحد فايت حيت مثلا مشات تما طرا شي بلان هي بعيده عليك يعني ما غاتعرفش شنو دير بحال دابا فاش طرا هادشي ديال كورونا هكا كاين مساكن اللي بقاو على برا وما قدروش يجوا عند والديهم دونك الحاجه اللي غنطلب منكم الناس اللي مشاو تما قولوا لي واش نزعم ولا ما نزعمش ولا نريح هنايا ندير ليسونس ديالي كيف الاول نديرها في المغرب ونعيش حياتي عادي في المغرب ماشي تما شوفوا قولوا لنا المعيشه تما كيفاش كتكون التعامل مثلا حتي تما في برا مثلا عرفوها هي حتى مثلا شي واحد من كيمشي مغربي شي بلاصه اخرى مثلا كيتعاملوا معاه خايب شي واحد كتكون تقدر انا الله على مشكله العنصريه ولا تما عاد بزيد انك اللوجمو غادي تسكن بوحديتك زيد انا كنت اللي خاصك تولي تشوف هي ما عادش مع بنادم يعني انا ماشي اجتماعيه ممكن زعما مثلا كنت في واحد الدار نمشي ندق على جارتي وزعما ندير معاها علاقه باش زعما تعاوني بزاف ما نقدرش ما نقدرش انا حدوديه بزاف مهم شوفوا اول مره غنقرا كاع لي كومونتير قولوا لي واش نمشي ولا ما نمشيش الله يرحم بالو والله شوف عافاكم بغينا نشوفوا يدويو الناس اللي فريمون اللي عندهم تجربه ماشي دوينا على القرايه تما كيفاش كتكون دوينا على التعامل حيت ملي غتمشي تما غتقول لك ناري علي طرا لي هذا البلان شوف راه كيفاش كيفاش غتنعسوا واختك طاري لها بلان في شي دوله اخرى داكشي علاش عافاكم بغينا الراي ديالكم في لي كومونتير غادي نقراو جميع لي كومونتير بغينا الراي ديالكم شي حاجه تكون معقوله التجربه ديالكم كيفاش دازت تما وغتبقى عاميك وعاك انت غتبقى 6 شهور كما قلت لكم حنا كما قلت لكم شي واحد حنا ملي كيسافر فينا غير جوج سيمانات شي واحد ملي كيسافر غير سيمانه جوج سيمانات صافي عشان كنتوحشوا بعضياتنا لواحد الدرجه بزاف حيت حنا ملي كنا صغار وحنا يعني في واحد الدار صغيره وحنا مجموعين حنا كاملين فهمتوا كيف داكشي علاش نخرج من جماعة الشيطان داكشي اللي كاين يعني كون كاع كان تبقى 6 شهور شوفني خليتي لي الطوموبيل لا دابا نروح نبيعها وندي فلوسها قالك تخيل لي الطوموبيل وداك الشيء لا دابا كندوي بصح توحشني لا علاش؟ علاش كنت توحش؟ وحاجة طبيعية عاوتاني شي واحد كان مربي معاك من الصغر وانك كت يعني كتشاور انت وياه وشي حاجة دابا انا يعني غنبقى في الدار انا وفتاح سيام مزوجه وانا غنمشي لبرا هنا نبقى في الدار انا وفتح وعارفين انه فتح تبارك الله مع فاهمين بزاف ويلي 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 والله ما عارفين شنو غندير اقسم بالله العظيم باقي ليا باقي لها دابا هي دو جوغ هاد الفيديو غيتلاح السبت غيتلاح السبت مع الربعه اثنين خاصني نرد عليهم اثنين خاص ترد عليهم عافاكم بغينا الراي ديالكم في لي كومونتير الناس اللي فايتين واخدين تجربه تما حيت حنا عمر شي واحد فينا مشى لبرا عمر شي واحد في العائله ماشي الناس برا كما مشى على اساس قرايه يعني غتمشي تسكن بوحدها و المهم صافي تقعدتي انا الهضره والله جيت تهضر فراغ نزيد نتفرقع نتسناكم في لي كومونتير ودروني اختكم وصافي هادشي اللي كاين ولهذا مريم صوبت لكم واحد لاشي غتولي دير لكم فلوغات تمايا تمايا في برا بغيت درتيني مشيت انا بغيتها شوفوا السين غتلقاوه في الديسكريبسيون تحت درتها غتولي دير لكم فلوغ لي فلوغ تما التوانس كاع الا مشيت ان شاء الله نتوانس معاكم ونلقى باش نعمر وقتي ابار القرايه حتى ما نتصاحب مع بنات ما تجي حاجه قلت فوالا ندير لكم فلوغات تما في البلاد اللي غنمشي ليها من بعد نقول لكم شنو هي البلاد الدوله الدوله البلاد هي الدوله كيف كيف لازم الصحه والسلامه اوكي
المهم ماشي بغيت نقول لكم دخلت اول وعده باش تولي تشوفوا لي فلوق ديالي غدير تما حسيت تما ما كاينش يعني مع من الدوي وداكشي اش ندير لكم لي فلوق داكشي هي دوب باينه غدير لكم باش نعلمكم من دابا باينه ندير لكم لي فلوق حامضين انا علمتكم من دابا ولكن غير باش تنسي الوقت وداكشي تما غتولي دير لكم داكشي ديال الوصفات الطياب حتى اللي ما تولي تطيب شويه داكشي هاد الكوشين ديالها في الديسكريبسيون وما تنساوش عافاكم تخليو لينا لي كومونتير ديالكم المهم كنتمنى لكم تشوفوا لا فيديو ها راسي قسم شويه على جوج كتقول سمع واحد كيقول لك حاجه كتقول سمع واحد كيقول لك حاجه حتى حد ما ثابت في هضرتو المهم كنتمنى لكم تشوفوا لا فيديو ما تنساوش تواصلوا معنا على حساب فيسبوك وانستغرام ديما كنخلي لكم في التوري الاخر الفيسبوك هنا وانستغرام هنا تواصلوا معنا تما بلي ميساج ديالكم بالاقتراحات ديالكم غادي في لي ميساج تما كنجاوب على اي حاجه كنجاوب على لي ميساج وداكشي و تهلاو في راسكم مريم المريم اللي غادي لكم بيس ولي اشوف هذا اخر هذا هو اخر فيديو ديروا معنا بعدا الفرنه من بعدا